السلام عليكم طلاب. بهذا الفيديو راح نشرح مادة الشيئية، وراح نكمل شرح موضوع الوراثة. اليوم عندنا أحد أنواع الوراثة اللي هو نوع المالتيبل. طبعاً احنا شرحنا بالفيديوهات السابقة نوع السنجل ونوع المالتي. اليوم حناخذ نوع المالتيبل. نوع المالتيبل معناه أنه عندي كلاسين أو أكثر راح ينطون صفاتهم، راح يورثوها إلى كلاس واحد فقط. يعني مثلا حناخذ هنا مثال بسيط، عندي كلاس اسمه ام مثل ما تشوفون، هذا هو كلاس ام، وعندي هنا هو كلاس ثاني اسمه كلاس ان، بهن يعني داتا بروتكتد وببليك، راح يورثونهم لكلاس بي مثل ما تلاحظون كاتب علي هنا ببليك ام وببليك ان. هسه راح نرجع نمر عليهم من البدايه اول واحد. عندي الكلاس ام، راح اكتب مثل التعليق، طبعا هذا التعليق ما داخل بالحل، فقط يعني مثال توضيح، يعني كتوضيح. هذا هو الفيرست كلاس، هذا الكلاس الاول اللي عندنا. خلينا نشوف شنو بيبي بروتكتد. حنكتب هنا انا برو Protected members، يعني اللي العناصر اللي موجوده بهذا الكلاس من نوع Protected عندنا انتجر ام. وهنا عندنا الببليك، راح نكتب عليها public members اللي هي العناصر اللي تكون من نوع public. طبعا Protected يمكن وراثه بس ما نقدر نستعمله خارج الكلاس، بس نقدر نورثه. اما public فيمكن وراثه ويمكن استعماله خارج الكلاس. عندنا هنا داله اسمها set m، هي هاي الداله راح تكون حتى ندخل انتر the value of m، راح نخزن حتى ندخل القيمه مال m راح نخزنها بست، عفوا ستور مو انتر، ستور ذا فاليو اوف m، نخزنها بالمتغير اللي اسمه x. زين هسه عندي الكلاس الثاني اللي هو اسمه n، وراح نضيف عليه هذا هو السكند كلاس، هم بجزء بروتكتد اللي هو هذا هنا، راح نكتب بروتكتد ممبرز، عفوا ممبرز. زين هاي هنا بالبروتكتد ممبرز عندنا ان، وعندنا بالببليك اللي هي حنكتب عليها ببليك داتا، عفوا ببليك ممبرز. عندنا همين بيها عندنا الداله هي حتى نخزن قيمه ان، ستور ذا فاليو اوف ام. زين هسه انا عندنا هذا الكلاس الاول بعناصر بروتكتد ام، وحتى حنخزن قيمه الام بها داله حتى نخزن الام. والكلاس الثاني اللي اسمه ان بروتكتد اسمه ان سمول، وعندنا داله حتى نخزن القيمه مال ان بالمتغير اللي اسمه واي. هسه الكلاس الثالث راح اكتب هنا اللي هو الثيرد كلاس، هذا هو الكلاس الثالث اللي اسمه بي. هذا الكلاس الثالث راح نكتب هنا مثل معلومه صغيره، هو حنسوي حيصير بي انهيرتنس من الكلاس اللي انهيرتنس فروم كلاس ام اند ان، يعني شنو راح يورث من الكلاس ام والكلاس ام. راح ياخذ هنا راح نكتب public m فارزه public m، راح نحط ذني النقطتين، ذني النقطتين معناها الوراثه، راح يورث من الكلاس m ومن الكلاس n، يعني العناصر اللي كانت موجوده بالكلاس هذا n وبالكلاس هذا اللي هو m راح يصير الاثنين موجودين هنا. زين شنو بي public؟ خلينا نكتب هنا هذا هي public members الخاصه بالكلاس p. شنو بي؟ بي داله حتى تسوي display، فس هاي الداله راح نكتب عليها display. ايش راح تعرض هاي؟ راح تعرض ام وراح تعرض ان وراح تعرض المجموع مالتهم وراح تعرض الضرب مالتهم. زين بما انه هن كتبت الوراثه هم بابليك، اذا كل المتغيرات اللي هنا البروتكتد راح تروح للبروتكتد والببليك راح تروح للببليك مال الكلاس بي، وهنا هم نفس الشيء. اذا الببليك هذا مال الكلاس البي صار ب الام والان وكذلك الدوال اللي هي السيت مالتهم. زين هسه راح ننزل على المين. بالمين عرفنا هنا انتجر اكس وواي، طبعا ماكو داعي نعرفهم، نقدر نختصر هاي الطريقه. وعرفنا هنا هذا هنا راح نكتب عليه هذا اللي هو الاوبجكت الخاص، عفوا الاوبجكت الخاص بالكلاس بي سميته بي 1 الاوبجكت، طبعا نقدر نعطي الاوبجكت اي اسم. هنا راح نسوي استدعاء للداله اللي اسمها سيت ام، راح نعطيها قيمه. انا قلت له دخل لي اكس، سويت هنا طباعيه جمله طباعيه هي انتر ام، وقلت له سي ان الاكس وسيت الاكس. طبعا ليش احنا انا قلت له انتر ام واستعملت سي ان الاكس؟ لان انا خزنت بالداله اللي اسمها سيت ام، خزنت قيمه ام بقيمه اكس، فاقول له قبل استدعي لي قيمه اكس، او اقدر اقول له استدعي لي قيمه ام بس انا خزناها بقيمه اكس. زين هنا هم من انت عندي انتر ام خزنت ب سويت له سي اوت الان، وانا اتذكر اذا تتذكرون خزنا بسيت ان خزنا الان بالواي، فقلت له استدعي لي داخل لي الواي
واستدعي لي الدالة، وهنا قلت له استدعي لي دالة الديسبلاي. هسه راح نسوي تنفيذ مثل ما تشوفون. سوينا كومبايل ران حتى نشوف البرنامج اذا عندنا اي اخطاء موجوده به. طلعت ان هنا مكتوب انتر ام، راح ادخل قيمه ام مثلا، حقول له 4، ادوس انتر، حيقول لي دخل قيمه ان وهي 6، حيقول لي هنا انه ام هي 4 وان هي 6، مجموعهم 10 وضربهم هو 24، اذا هو اذا عندي السؤال يعني البرنامج صحيح. اخذ مراجعه سريعه على البرنامج. عندي كلاس اسمه ام، بي اجزاء بروتكتد اللي هي ام، وبي جزء بابليك اللي هي داله حنخزن الام بقيمه اخرى اسمها اكس. والكلاس الثاني اللي هو ان، بي ان كبروتكتد، وحنخزن بداله حتى نخزن الان بالمتغير اللي اسمه واي. اما هنا عندي الكلاس الثالث اللي هو بي، اللي هو راح يورث من كل من الام والان. اذا هذا هو النوع المالتيبل اللي هم كلاسين او اكثر راح يورثون دوالهم ومتغيراتهم لكلاس واحد فقط اللي هو بي. زين هسه هنا راح نقول شنو بيها بابليك، بيها داله ديسبلاي. بداله الديسبلاي استدعينا الام اللي هو من الكلاس الاول، واستدعينا الان اللي هو من الكلاس الثاني، وجمعناهم وسوينا ناتج الضرب، ووراها استدعينا الدوال بالمين. استدعينا داله السيت ام حتى نعطي قيمه للام، والسيت ان حتى نعطي قيمه للان، وهنا راح نسوي ديسبلاي حتى يجمعهم ويضربهم. هنا ينتهي هذا الفيديو، اتمنى استفادتوا من عنده.